I've never been at the top of the cross the ball grah the recent grah lama. This is Dr. Baki, professor of general surgery from Egypt, in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. شفنا المرة اللي فاتت illustrated overview على Hydatid disease of the liver. المرة دي هنراجع الموضوع سريعا كده من كتاب القصر ونشوف احنا نسينا ايه. فكتاب القصر بدأ بال geographical distribution, فقال لك ان هي منتشرة في الأماكن اللي فيها sheep rearing parts of the world. منطقة الشرق الأوسط عندنا العراق اليمن ليبيا, وبرضو ملحوظة في مصر نتيجة المغتربين, عودة المغتربين من المناطق دي يقعدوا هناك 10 سنين 20 سنة, فممكن يكون لقط الإيجز أو الانفكتيف ستيج هناك, بتقعد فترة كبيرة قوي incubation period في الكبد عشان هي very slow growing عشان تبتدي تعمل symptoms. فممكن العيان يجي لك وانت قاعد تشتغل في مصر في الطوارئ مثلا بإمرجنسي سيفير أبدومينال بين, ويطلع مثلا ruptured hydatid cyst of the liver, أو ممكن يجي بأنافلاكتيك شوك وسيفير هايبوتنشن وديسنيا وبرونكوسباسم وسكين راش, ويطلع في النهاية ruptured hydatid cyst. فلازم تكون أوير بيها رغم ان انت ممكن يكون حالاتها قليلة في مصر. اوكي, وكتاب القصر بيقول لك الاتيولوجي تيب وورم إيكاينوكوكس جرانيلوزس, وشرحناها في الفيديو السابق, وقلنا ان اللايف سايكل بتاعتها ان الادلت وورم بتعيش في الدوج اللي هو بيعتبر الديفينيتيف هوست بتاعها, الاوفا بتنزل في الفيسز او الستول بتاع الدوج, بتلوث الأعشاب اللي بتتغدى عليها الأغنام, وبعد كده بتخترق أمعاء الغنم وبتوصل للبورتال فين وبتوصل للليفر بتاع الغنم وبتعمل اللارفال ستيج بتاعها اللي هو السيست. بعد كده الأغنام دي تتدبح جوه السلخانة أو بره السلخانة, يطلع منها الكبد المصاب, يعطر فيه الكلب يأكله ويكمل دورة الحياة, وإن الإنسان بيتدخل كأكسيدنتال انترميديات هوست لو أكل خضروات أو مية ملوثة ببراز الكلب المصاب, أو عنده كلب في البيت بيلعب معاه والكلب ده مصاب, والكلاب عندها عادة اسمها إيه؟ إينس ليكينج, يحبوا to lick his anus. فلو الكلب المدلل ده ليكينج his anus وبعد كده أنت بتحضن الكلب وبتبوس الكلب واخد بالك, وبكلب بيشاركك الطعام بتاعك, فممكن جدا لو هو مصاب تنتقل لك الإصابة والأولادك بسهولة. أوكي, طيب الباثولوجي بقى, الليفر هو المكان المحبوب 65-70% من الحالات, ويليه اللنج, وقلنا السيست فلويد بيبقى كالرلس وعايم في الاسكوليسيز, وان الفلو ده very highly antigenic بالسكوليسيز اللي فيه والبروتينات اللي فيه, فلو حصل له رابشر ممكن يعمل انافلاكتيك شوك. وتحت الميكروسكوب قلنا الول بتاع الهيداتد سيست بيتكون من 3 طبقات, 2 فيهم تبع البرازايت وواحد فيهم تبع المضيف الهوست اللي هو البيشنت اللي هو الخارجي. الخارجي ده بنسميه بيري سيست او فايبر ستيشو, ده تبع الهوست او البيشنت, والاثنين الداخليين واحد داخلي اللي بينمو منه البارازايت بنسميه الاندوسيست, واللي في الوسط بنسميه لامينيتد لاير او اكسوسيست او اكتوسيست. اوكي, وجوه بقى الكافيتي قلنا بيبقى فيه برود كابسول, بيبقى فيه دوتر سيست, وبيبقى فيه فري سكوليسيز. اوكي, طيب الفيت والكمبليكيشن, ان طبعا هي بتكبر جرادولي ببطء شديد سنتي او اقل من سنتي في السنة, الكلام ده في الليفر مش في اي حتة تانية, وممكن تبدأ اما تكبر تعمل اعراض كومبريشن لان هي بتعمل ديستنشن للكابسول اوف ذا ليفر وبتجيب للعيان بين. لو حصل كالسيفيكيشن في الول الاوتر وول بتاع البرازايت بيمنع النيوترنس ان هي تنتقل للسيست, وممكن السيست تبقى كالسيفايد وديد. اوكي,
ممكن البريزنتيشن يبقى عن طريق كومبليكيشن، تبقى سيكندري انفكتد وتبقى عامله زي اي بايجينيك ابسس في الليفر، او ممكن يحصل لها رابشر وجوه البيليري باسجز وتعمل العيان جوندس او كولانجيتس، او ممكن رابشر انتو بروتونيال كافيتي ويحصل لها ديسيمينيشن وتو ماني هيداتيد سيست جوه الابدومينال كافيتي او انافيلاكتيك رياكشن. اوكي، ممكن تكتشف بالصدفة ويكون العيان اسيمتوماتيك، وممكن تعمل سيمتومز زي ما اتفقنا، وموست كومن سيمتوم بين وهيباتوميجلي، وكلينيكلي ممكن تجد هيداتيد ثريل وممكن لا تجد هيداتيد ثريل، وممكن يبقى البريزنتيشن بتاعها في الاي ار عن طريق الكومبليكيشنز بتاعتها. اوكي، الانفستيجيشن السيرولوجي الاليزا والايمج عن طريق الالتراسونوجرافي والسي تي، وساعات نحتاج نعمل اي ار سي بي او ام ار سي بي لو في العيان عنده ايفيدنس اوف اوبستراكتيف جوندس او كولانجيتس. اوكي، وقلنا الكازوني بقى هيستوريكال اوكي اللي شغال دلوقتي الاليزا، وشرحنا الكاركترستيك بيكتشر بتاعها في السي تي سيفرال تايمز في الفيديو اللي فات، وان العلاج بتاعها بيمشي في خطه من ثلاثه، لا اما البير، لا اما سيرجري، لا اما فارماكو ثيرابي، وعلى حسب تقييمك للعيان. لو قررت تعمل جراحه لازم تاخد احتياطاتك عشان تمنع انترا اوبرتيف سبيلش، وقلنا الاحتياطات دي في الفيديو السابق. اوكي، قصة ان انت تحوط الكبد بدارك جرين تاولز سوكد ويز هايبرتونيك سالاين او بيتاداين، وان انت الاول بتعمل اسبيريشن، بعد كده بتحقن الهايبرتونيك سالاين، وبعد كده بتعمل انكليشن للامينيتد ممبرين، وبعد كده بتحشي الكافيتي ده عشان ما يتحولش الى خراج او يتسرب منه بايل ليك، بتحشي اومنتوم واتس كولد بيديكلد اومنتوبلاستي. اوكي، وان ممكن قبل العمليه وبعد العمليه تدي العيان البندازول، وفي احيانا بيبقى ذا اونلي تريتمنت هو الالبندازول، وشوفنا الكورس بتاع الالبندازول في الفيديو السابق. يبقى كده هو هنا ما جابش سيرة كتاب القصر، يمكن عشان دي طبعة قديمة ما جابش سيرة البير تكنيك، احنا شرحناه في الفيديو السابق. يبقى احنا تقريبا وفينا كل النقاط. Thank you so much for watching this video. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt, in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. Now it's time to like, dislike, share and subscribe.